am officially running for president of the United States. ما الذي تجعله عن دونالد ترامب؟ لا شك في أن رجل الأعمال والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب شخصية مثيرة للجدل، ليس لخروج تسريحة شعره وتعبير وجهه عن المألوف فقط، فترامب مشاغب منذ أن كان مراهقاً، ما دفع والديه إلى إدخاله الأكاديمية العسكرية علّه يهدأ. وترامب الملياردير أعلن إفلاس شركاته 4 مرات، ويعرف عنه أنه غير مقتنع بتاتاً بنظرية التغير المناخي. وما قد لا تعرفه أيضاً هو أن الإعلام ساهم في صعود دونالد ترامب، حتى أن بعض وسائل الإعلام ولطرافة شخصيته أدرجت حملته ضمن قسم الترفيه. ويجمع علماء النفس على أنه يعاني من النرجسية ويعشق اسمه لدرجة أنه يضعه على كل شيء.